سوقيات الاعلام على مستوى الامن الولائي فيه ربما خرجتكم الميدانيه تبقى متواصله لمجابهه هذا الفيروس من خلال ربما قرار الحجر الجزئي لولايات عين تيموشانت. اذا نتحدث ربما على هذا العمليه عمليه الحجر المنزلي وما هي ربما حاصله تدخلاتكم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، تحيه الاخت حيادي الحضور الكرام للزملاء والمستمعين الكرام عبر أثير إذاعة عين تيموشانت. إذا تحدثنا عن الإجراءات المتبعة أو التحذيرية لتحضير لشهر رمضان المعظم، فكلنا نعلم أن شهر هذا الشهر فاضل، حتى في يعني الأيام العادية والسابقة كان له يعني تحذيرات خاصة، يعني كانت تحذيرات خاصة، كانت لأن هناك النشاط التجاري، الحركة على المواطنين، حركة السيارات يعني كانت تختلف، وهذا ما جعل مصالح الشرطة تقوم بتكييف نشاطها ونشاط فرقها الميدانية حسب هذا الشهر الفاضل. وهذه السنة سيحل علينا هذا الشهر الفاضل في ظروف استثنائية، وهي مع جائحة كورونا كوفيد-19 وما ترتب عليها من حجر صحي وما ترتب عليها من تغير يعني قد نقوله تقريبا كلي للحياة اليومية وما احتاج عليها المواطن الجزائري بصفة خاصة والمواطن المشتي أو المواطن الجزائري بصفة عامة والمواطن المشتي بصفة خاصة. هنا نشاط مصالح الشرطة يبقى أو يتكيف حسب المستجدات التي تكون على المستوى الإقليمي أو المحلي. كيف ذلك؟ حيث أنه إذا استمر الحجر الصحي يعني بهذه الساعات وبالمنع الذي بعض النشاطات الذي نلاحظه، فإن نشاطات الشرطة سوف تتكيف مع هذا مع هذه التطورات، لأنه إذا تحدثنا عن شهر رمضان نتحدث عن الأسواق الموازية، نتحدث عن الأسواق الجوارية، نتحدث عن تلك الذروة التي نشهدها مع قرب الأذان، نتحدث عن الحركة الكبيرة للمواطنين خاصة في النصف الثاني من شهر رمضان لتعرف حركة تجارية كبيرة، يعني هذه الأمور كلها سوف تتغير، وهذا كما ذكرت بهذا الظرف الاستثنائي. مصالح أمن عين تيموشانت وفي خضم هذه المعطيات وقياس بالوضع الأمني الراهن على الصعيد المحلي والإقليمي كما ذكرت، فقد تم إعداد مخطط أمني خاص يتضمن عدة تدابير احترازية ترمي بالدرجة الأولى إلى حماية المواطن وممتلكاته، تأمين النقاط الحيوية والحساسة، إحباط أي سلوك عدواني من شأنه المساس بالنظام العام، وهذا ما يتماشى مع الوضع الراهن، لأنه بالإضافة إلى المهام التي تقوم بها مصالح الشرطة في ضمان تطبيق إجراءات الحجر الصحي، فإن مهامها الأساسية والدستورية والتي نص عليها القانون تبقى قائمة، وهي محاربة الجريمة كما ذكرت بكل أشكالها وحماية الأشخاص والممتلكات. هذا البرنامج أو المخطط الأمني الذي تم تسطيره من طرف مصالح أمن عين تيموشانت يكون بتوزيع التعداد البشري بما يتوافق ومتطلبات الانتشار أمثال لقوى الشرطة خاصة بين الفترة النهارية والليلة تحت الإشراف الميداني لإطارات. يعني من هذا المنبر نقوم بدعوة المواطنين يعني باش يكون عندهم ثقافة ووعي ويمدوا يد المساعدة لمختلف الشركاء والعناصر الشرطة باش كما يقول لك الإجراءات هذه تكون سليمة وتكون يعني بدون عراقيل، لأنه علاه الوضع تبدل، احنا بلا غادي نعيشوا رمضان ماشي كما رمضان اللي فاتو، يعني الوضع تبدل، هنا يكون عندنا وعي، نتمنوا ان شاء الله المواطنين يواصلوا في هذا الاجراءات اللي نديروها تاع الحجر الصحي، كما ذكرت في حصص سابقه احنا رانا مسلمين يعني والحياه تتبدل، اليوم رانا في عسر غدوه رانا في يسر، يعني كما ذكرت هذا شهر رمضان نتمنوا ان شاء الله باش ما نلقوش اشكال مع المواطنين سواء في الاسواق الموازيه ولا يعني نشاهدوا حركه كبيره، لانه علاه نصبروا شهر نصبروا شهرين، ولكن هذا فايده لينا والفايده للصحه تاعنا. طبعا للخروج اصلا من هذا الازمه وجب لانه اذا كان هذا الشهر كما الشهور اللي في السنوات السابقه كما ذكرت غيكون اشكال ربما يكون ايضا لنا فرصه من اجل الالتزام ومن اجل التقيد بمختلف الاجراءات الاحترازيه من اجل الخروج بسلام من هذا المرحله الصعبه التي تعيشها البلاد. طبعا شكرا لك السيد بن طويل احمد رئيس خليه الاعلام على مستوى الامن الولائي. نذهب للحديث مع السيد من بحجر رئيس مكتب ملاحظة السوق.